لا شك في أنه قبرص كانت واحدة من الملاذات الضريبية في المنطقة خلال المراحل السابقة. في ظل قوانين تنظيمية هشة أدت إلى تضخم كميات كبيرة من المال إليها في وقت أهملت فيه الدولة القبرصية تنفيذ الإصلاحات، لا سيما لناحية القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتشديد المؤسسات. أما في لبنان فالفساد المستشري في كافة مفاصله والهدر القابل على أنفاس ماليته العامة ناهيك عن المماطلة بإقرار القوانين التنظيمية المالية إلى حين يتأمن التوافق السياسي قبل كل استحقاق تشريعي. كل عوامل قوضت كافة مقومات الصمود ليحتل لبنان المرتبة 149 من بين 179 بلد حول العالم وفق مؤشر مدركات الفساد خلال عام 2020. بشهر آذار من العام 2013 وصلت قبرص إلى حافة الانهيار المالي من بعد ما أفلس أكبر مصرفين على الجزيرة، وقبل ما يتم الاتفاق باللحظات الأخيرة على منح قبرص قرض بقيمة 10 مليار يورو من ترويكا مكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ونص الاتفاق آنذاك على تصفية أحد أكبر بنوك بنك لايكي وإعادة هيكلة أكبر بنك قبرص اللي بيختزن تقريباً على ثلث إجمالي الودائع بالجزيرة، واللي تسبب حكماً بخسائر كبيرة للمودعين بنسبة وصلت إلى 48% من ودائعهم اللي بتفوق 100,000 يورو، كما أنه انخرطت قبرص بعملية تقشف الميزانية وعملية خصخصة ووضعت قيود صارمة لمنع التسابق على سحب الأموال من المصارف، واللي كان لها انعكاسات سلبية على معيشة المجتمع القبرصي من ارتفاع بنسب البطالة وصلت إلى 16% من عام 2014 وإلى خفض للأجور وإغلاق للمحلات الصغيرة الواحدة تلو الأخرى، ما أغرق البلاد بانكماش اقتصادي بمتوسط بلغ 4% بين عامي 2012 و2014. من هون مع دخول الاقتصاد اللبناني نفق الركود التضخمي ومرافقه من تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، عادت إلى الواجهة على مدى الأشهر الماضية تساؤلات حول مدى انطباق السيناريو القبرصي على الاقتصاد اللبناني، وهل يصح القول بأن جذور الأزمة في كل من قبرص ولبنان تتشابه إلى حد كبير؟ أولاً على صعيد بنية الاقتصاد ما في شك أن قبرص اعتمدت ولا تزال على ثلاث قطاعات مهمة، هي القطاع المالي، قطاع السياحة، وقطاع الشحن البري. هالشي جعل من قبرص مركز سياحي ومعبر بري مهم للشحن ومركز مالي شكل بحد ذاته صناعة بظل تجاوز موجودات القطاع المصرفي القبرصي 9 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي القبرصي وتخطي حجم الودائع المصرفية 7 أضعاف الناتج المحلي في قبرص. بالمقابل بنية الاقتصاد اللبناني بتشبه لحد كبير بنية الاقتصاد القبرصي. لبنان متميز بمناخه وموقعه الجغرافي، بيستحوذ فيه القطاع الثالث أو ما يعرف بقطاع الخدمات على ما نسبته 82% من حجم الاقتصاد، هو القطاع اللي بيشمل الخدمات السياحية والعقارية والتعليمية والصحية وتحديدا الخدمات المالية، في ظل وجود قطاع مصرفي لبنان يتجاوز 5 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2019. وبالتالي فإنه بعد القطاع المصرفي اللبناني بيعد ضخم مقارنة ببعض الاقتصاد الوطني وبحاجاته التمويلية. انكشاف المصارف على الديون، ما في داعي نرجع نذكر بأنه أكبر مصرفين بقبرص كانوا منحوا قروض إلى الحكومة اليونانية تقريبا قبل العام 2011، وهي تقدر بحوالي 160% من الناتج المحلي الإجمالي القبرصي، خاصة وأن تشبع الاقتصاد القبرصي بالرأسمال واشتداد الأزمة المالية العالمية أثروا بشكل كبير على قطاعي السياحة والشحن، وبالتالي ضعف الطلب على القروض وبدأ الكثير من المقترضين في قبرص يواجهون صعوبة في الإيفاء بالقروض. فاضطرت هون المصارف القبرصية إلى المخاطرة عبر منح قروض محفوفة بالمخاطر كالقيام بشراء أحجام كبيرة من سندات الدين اليونانية، لا سيما وأن معدلات الفوائد على تلك السندات كانت مرتفعة جدا. إلا أنه مع اندلاع الأزمة المالية باليونان واقتطاع قيمة الديون المترتبة على الدولة اليونانية بنحو 75%، تلقت المصارف القبرصية ضربة قوية ساهمت بتعثرها بشكل كبير. من جهتها المصارف اللبنانية وظفت ما يوازي 75% من ودائع القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام، وهي موزعة بين سندات يوروبوند بقيمة 9 مليار دولار وودائع لدى مصرف لبنان بقيمة 75 مليار دولار. وما أعلن الدولة اللبنانية عن تعثرها بسداد ديونها باتت سيولة على المصارف اللبنانية شحيحة في ظل ظروف تشغيلية صعبة بشكل عام. من الإشارة بأن
قبرص كانت قد اشتغلت عدد كبير من أموال رجال الأعمال الروس ببضائع تقدر آنذاك بحوالي 30 مليار دولار، والشيء وفر ربحية مهمة للجهاز المصرفي القبرصي ودفعت بالتالي بأسعار الفوائد لمستويات متدنية، ما شجع على التوسع بالائتمان بشكل كبير وبالتالي على انتشار نمط من الاستهلاك الانفلاشي اللي فاق قدرات الأفراد العاديين. بلبنان لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أن الاختلالات الاقتصادية كانت مدفوعة أيضا بالإنفاق المفرط. الاقتصاد عاش على مدى عقود بما يفوق إمكانياته وباللحم الحي، مع حركة استيراد لافتة من السلع والخدمات باقتصاد استهلاكي انفلاشي بامتياز اعتمد بشكل ملحوظ على الخارج وافتقر إلى الإنتاجية المحلية، وهو ما ترافق مع توسع ائتماني ملحوظ بلبنان بين عامي 2008 و2018 أدى إلى تنامي محفظة التسليفات المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص بنسبة 137% من 25 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار. والتفاصيل بتبين من خلال أرقام موثقة أن التدفقات المالية الخارجة من لبنان بين عامي 2003 و2019 كانت قد بلغت حوالي 439 مليار دولار، ما يعني بأن التدفقات الوافدة للبنان كانت كمان بقيمة 338 مليار دولار، وبالتالي فإن التدفقات الخارجية من لبنان تجاوزت تلك الوافدة بمقدار 100 مليار دولار، وما يدل على عمق الفجوة المالية اللي أدت إلى ضغوط كبيرة نجم عنها استنزاف تدريجي للسيولة الموجودة داخل النظام المالي. لا شك في أن قبرص كانت واحدة من الملاذات الضريبية في المنطقة خلال المراحل السابقة، في ظل قوانين تنظيمية هشة أدت إلى تدفق كميات كبيرة من المال إليها في وقت أهملت في الدولة القبرصية تنفيذ الإصلاحات، لا سيما لناحية القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتجديد المؤسسات. أما في لبنان فالفساد المستشري في كافة مفاصله والهدر القابل على أنفاس ماليته العامة ناهيك عن المماطلة بإقرار القوانين التنظيمية المالية إلى حين يتأمن التوافق السياسي قبل كل استحقاق تشريعي، كل عوامل قوضت كافة مقاومات الصمود ليحتل لبنان المرتبة 149 من بين 179 بلد حول العالم وفق مؤشر مدركات الفساد خلال عام 2020، وذلك على الرغم من البرامج الإصلاحية اللي تعهدت معظم الأطراف السياسية بتنفيذها من مكافحة للفساد وتطوير نظام إداري، إلا أنه هذه البرامج كالعادة لم تبصر النور لغاية هذه الساعة. هون يبدو واضحا بأن جذور الأزمة في كل من قبرص ولبنان تتشابه لحد ما، إنما طريقة التعامل في كلا البلدين مع الأزمة تختلف لحد كبير. بالواقع كانت قبرص أول بلد بالاتحاد الأوروبي بيفرض قيود على حركة رأس المال بهدف مواجهة البنك ران، أو حين يسارع العملاء إلى سحب أموالهم من المصارف خوفا من انهياره أو إفلاسه. هون تم إقرار تطبيق مشروع الكابيتال كونترول في قبرص خلال أسبوعين وبإجماع داخلي لافت أدى إلى نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، في حين أن تأثيراته السلبية كانت أقل من المتوقع لترفع كامل القيود عن رأس المال في قبرص بعد سنتين فقط من تطبيقها وتحقيق نتائج ملموسة. أما في لبنان فلا نزال ننتظر منذ تشرين الأول من عام 2019 إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، بتعده حكومة غائبة ويقر مجلس نواب، ولكن هالشيء ما صار، وكان الهدف من وراء مشروع الكابيتال كونترول هو وضع ضوابط مؤقتة بتشكل بالوقت نفسه حماية لحقوق المودعين وتعزز قدرات المصارف على القيام بواجباتها. من ناحية تانية اتخذت قبرص وبشكل سريع عدد من التدابير لمواجهة أزمة المالية، تمحورت حول إعادة هيكلة الديون في إطار خطة للإنقاذ المالي بقيمة 10 مليار دولار كما أشرنا من دون مشاركة القطاع العام في إعادة تمويل المصارف، ترافق مع إقفال المصارف لأسبوعين وحصر الصحبات المالية من مكانات الصرف الآلي بحسب توافر السيولة، وبعد فتح المصارف حدد سقف للسحبات اليومية بالإضافة إلى فرض قيود على المعاملات عبر المصارف تشبه إلى حد ما قيود المفروضة من قبل المصارف اللبنانية، ولكن في ظل غياب فاضح لأي برامج إنقاذية في محاولة لاستقطاب المساعدات الخارجية. بدنا نقول هون أن قبرص عمدت من خلال المصرف المركزي إلى خيارات المصرف الصالح والمصرف السيء، حين عمد المركزي القبرصي إلى تصفية بنك لايكي ثاني أكبر مصرف في البلاد بطريقة منظمة ضمن اتفاق تم التواصل إليه في بروكسل بموجب خطة إنقاذ أوروبي لقبرص، على أن
يطاول هذا الإجراء أصحاب الأسهم والسندات والودائع ما فوق 100,000 يورو، واللي تسبب بطبيعة الحال باقتطاع نسبته 47.5% من أموال مودعي مصرفي قبرص ولايكي، في حين تم الاتفاق على استثناء جميع الودائع الصغيرة التي تم نقلها إلى مصرف صالح تم إنشاء الاستيعابة، فيما حولت الأموال الأخرى إلى مصرف سيء مكلف باستيعاب الموجودات السامية. بلبنان نسبة الاقتطاع غير المباشر لغاية اليوم واللي تطال الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية تبلغ حوالي 70%، للأسف هي قابلة للارتفاع في المدى المنظور في ظل فراغ حكومي واستنزاف لاحتياطيات مصرف لبنان وغياب لأي مبادرات إصلاحية حتى هذه الساعة من شأنها أن تساهم في كبح التفلت الحاصل في سعر صرف السوق الموازي. من هون لازم نقول أنه على الرغم من أنه قبرص ما شهدت أزمة نقدية حادة، يعني أزمة سعر صرف كما هو الحال في لبنان، وبقيت أزمتها محصورة نوعا ما في القطاع المصرفي وبمصرفين، وما سجلت نسب تضخم مفرطة بالأسعار، سجلت 1% تضخم ما بين عامي 2012 و2014 حين أن لبنان سجل حوالي 300% نسب تضخم لغاية اليوم، وما سجلت قبرص نسب استدانة مرتفعة 110% من الناتج المحلي في العام 2014 مقابل 175% في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، وما شهدت قبرص أزمة سياسية حادة وفراغ حكومي قاتل، وبالرغم من التجاوب السريع من قبل قبرص مدعوم بالاتحاد الأوروبي وبتوافق سياسي داخلي للخروج من الأزمة، إلا أن الأثمان والخسائر كانت مرتفعة نسبيا لتبدأ النتائج الاقتصادية المشجعة في الظهور بعد 3 أعوام تقريبا. وهون فينا نقول أنه المقارنة بين كلا البلدين خلينا ندق نقص الخطر لناحية ضرورة التحرك الفوري في لبنان للبدء في تفعيل ورشة الإصلاح اليوم قبل الغد، وإلا فإن الخسائر الاقتصادية المنتظرة قد تكون أقصى بكثير مما شهدته قبرص وقد تتفاقم بشكل سريع، في حين أنه فترة الخروج من الأزمة قد تمتد حكما لأكثر من 3 أعوام نظرا لفضيحة وعمق الأزمة بلبنان ومدى تشعبها بين أزمات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية واجتماعية.